أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا مولاي يا أبا عبد الله. يا أيها النبأ العظيم علي علي إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء. إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالعجاء. فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء. حالهم يا شاعر يا آل ذا قاذفان كبدا له قطعا وذاك في كربلاء موزع الأعضاء ملقا على حر الصعيد لوجهه. في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفات عيونهم بلا إغفاء. على أي حال قال متوسدين من الصعيد صخوره مدثرين حرارة الرمضاء ومغسلين ولا مياه لهم سواه.
عبرات ذك لا حرت الأحشاء الميت إذا مات الخلق تحضر جهاز وتسارع العالم على سرعة وجازه ويصيح صايح في البلد عدكم جنازه يا سلام قوموا كسبوا من الله الأجر في روحي فدالك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد منا حمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ولا حد حفر قبرا ورا جثته في كافور تربايا والغسل دم الجاري والجفن فصل لأبو محمد بواري وقبره بقلب اختل خذوها بجمال عاري وفي قلب من قضى العمر كله بواجي الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صلوا على محمد وآل محمد لقد تجلببت البحرين بالسواد في الأيام الماضية حدادا على السيد جواد الوداعي قدس الله نفسه الزكية العالم الرباني المربي لشعب هذا البلد الطيب هذا الرمز العظيم والشخص الكبير الذي فارقنا في طرفة عين من غير أن يقول لنا وداعا ولكن ما زال السيد وذكر السيد واسم السيد محفور في خاطرتنا ومحفور في قلوبنا حتى نفارق هذه الحياة الدنيا ما أجي مولاي أريد أتكلم عن سيرة هذا الرجل وعطاء هذا الرجل ومقام هذا الرجل أنا وأنت لسنا بالبعيدين عنه ربما يأتي شخص يقول تكلم عن السيد محسن الحكيم هذا مرجع الطائفة الراحل الإمام الحكيم متوفي سنة 1970 أعطي نبذة عن حياته أعطي نبذة عن بعض الأمور التي قام بها ما أدركنا الزمان وشفنا أتكلم عن السيد الخوئي ما أدركنا الزمان وشفنا ربما كنا مولودين لكن ما جلسنا معاه لكن لما أجي أتكلم عن شخصية السيد الوداعي قدس الله نفسه الزكية الكل منا يعرف شخصية هذا الرجل جيدا الكل منا يعني ما أكو واحد ما يعرف السيد جواد الوداعي صاحب الشيب صاحب الوقار صاحب الهيبة في قلوب المؤمنين صاحب النفس الترابية الذي تواضع لله عز وجل فرفعه الله في مقام المؤمنين عاليا رفعه الله في قلوب المؤمنين عاليا فإذا أتي إلى السيد
أرى بأن هذا الحديث قد انطبق عليه بأكمله بخصاله الثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لما أجي إلى أول مسألة من المسائل، صدقة جارية، هل ترك السيد جواد الوداعي قدس الله نفسه الزكية صدقة جارية، أم خرج في من هذه الدنيا من دون أن يترك؟ مولاي، الصدقة الجارية خلنا نقسمها إلى قسمين، عندي قسم مادي وعندي قسم معنوي. طبعا المعنويات خالدة لا تفنى، شوف الماديات لها مدة معينة من الزمن وتزول، إلا إذا كانت قطعة أرض موقوفة، هذه تبقى إلى يوم القيامة، لكن البناء عليها في كل مرة يحتاج نغير البناء. لكن المعنويات تبقى إلى متى مولاي؟ إلى أن تقوم الساعة. الصدقة الجارية التي تركها لنا السيد رضوان الله تعالى عليه، أول مسألة فيها الخلق الحسن، وهذا ما يشهد به الصغير والكبير. لما أرجع إلى هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه وأنا أتكلم على هذا المنبر الشريف في هذا المقام الشريف، يعتصر قلبي لفراق هذا الرجل. الخلق الحسن، والله ما مرة رحت أسلم على السيد إلا وضمني وقال مرحبا ببني، مرحبا بابني، يعتبر أبناء الشعب كلهم أبناءه. وكان يستمع إلى السائل كأنه هو صاحب المسألة، عنده اهتمام. لما يجي واحد يسأل السيد في مسألة دينية أو يسأل في مسألة اجتماعية، كان السيد يستمع إلى هذا السائل كأنه هو صاحب المسألة أو صاحب المشكلة. وهذا خلق عظيم نادر ما يوجد في الناس. وثانياً، لما أجي إلى أخلاق هذا السيد الرفيع، مو على لسان أهل البحرين، لا، كلنا أبناء، راح نزكي أبونا يعني؟ لا مولاي، السيد ما يحتاج إلى تزكيتي ولا إلى تزكية فلان، لا، الرجل صنع نفسه بنفسه. لما أجي إلى أهل عمان، لما أخذناهم في ضيافة السيد جواد الوداعي، دخلوا على السيد جواد الوداعي يعني في دخولهم على السيد، سلموا على السيد، قبلوا يده، قبلوا جبهته، سيد فضلوا، قالوا لا، حاشا والله ما جلسنا على كرسي والسيد جالس عليه، جلسوا على الأرض. شوف النفس المتواضعة وصاحب الخلق الحسن شنو على كبر سنه، ها، وعلى إنه عاجز على أن يقوم بنفسه، وما يقدر السيد يجلس على الأرض، تمسك بواحد من أبنائه، قال إذا الجماعة ما قبلوا يجلسون على الكرسي أنا راح أجلس معهم على الأرض. خرج، التفت، قالوا شنو هذه النفسية عند هذا الرجل المتواضع صاحب مقام عظيم، صاحب مقام رفيع؟ والله لقد تخلق بخلق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أولا، السيد أعطى إلى الإخوة العمانية انطباع عن حال طالب العلم في البحرين. إذا كان كبير الطلبة أو كبير العلماء في البحرين متواضع بهذا التواضع، حتى واحد منهم يقول لي الآن عرفت لا عجب ولا غرابة لماذا شعب البحرين أصيل وطيب، ليش؟ قال لأن عندكم مربين مثل هذا السيد الجليل، مثل هذا السيد الجليل، قمة في التواضع، قمة في الأخلاق. وقبل أن ينصرفوا أعطى السيد إلى كل واحد من هؤلاء الإخوة وردة هدية، كفاية أن بقت هذه الوردة في النفوس قبل أن تبقى في الأيدي.
وكانوا معنا في كسار فاتحة الوالد السيد، آلوا على أنفسهم إلا أن يحضروا، تواضع ليس له مثيل. بعد شنو كان من السيد مولاي؟ الحركة الاجتماعية التي قام بها السيد ما رأيت عالم في البحرين قام بها، حركة اجتماعية جدا عالية، حركة اجتماعية جدا راقية، حركة اجتماعية حسست الشعب بأن السيد جواد الوداعي هو أب للجميع، حسست الشعب بأن السيد الوداعي مهتم لأمره، حسست الشعب بأن السيد الوداعي يريد لهذا الشعب الأصير أن يكون على خطى الحق وخطى الأخلاق الراقية وعلى خطى محمد وآل محمد. حسست الشعب كثير من الأمور. الحركة الاجتماعية التي قام بها السيد جواد الوداعي، حركة اجتماعية مثل شنو مولاي؟ حضوره الدائم في المآتم. الناس وين تلتقي مولاي؟ الناس أكثر ما يجمعنا وين؟ مأتم الإمام أبي عبد الله الحسين. ونحن صغار، ونحن صغار أتكلم، عندما كنا ننزل إلى المنامة ابتداء من مأتم الإحسائيين انتهاء مثلا بمأتم الحاج عباس، كان السيد الوداعي رضوان الله تعالى عليه من الأوائل الحضور في تلك المناسبات الاجتماعية التي تجمع القلوب على بعضها البعض. الآن بيجينا شهر محرم وراح نفتقد السيد. أذكر من الأمور مولاي، كنا نسمع الصلوات من بعيد، الكل كان يعرف بأن سماحة السيد جواد قد أقبل الآن، راح يدخل إلى المأتم. خلاص هذه راحت مولاي، راحت. فكان يدخل إلى المأتم ويجلس في تلك المصيبة مع المعزين نادبا باكيا نائحا على مصاب جده أبا عبد الله الحسين. الحركة الاجتماعية التي قام بها السيد، يعني أريد أضرب لك مثال موجود، أنا شاهد على هذا المثال وأعوذ بالله من كلمة. أنا واحد تزاعل مع والده، قال لي الوالد بعد لا أنت ولدي ولا أنا أبوك، دام الخصام 9 أشهر. التفت الوالد إلى الولد قال لي حتى في فاتحتي وجنازتي ما أريدك تحضر، ابتعد. الآن هذا شنو يسوي؟ حاول بجميع الطرق، يريد يخلي والده يرضى عليه، يريد واسطة، أدخل كثير من الواسطات. قال خلني أروح إلى السيد الوداعي أعرض عليه المسألة. طلع إلى السيد الوداعي، دخل على السيد، سلم عليه، قبل يده وجبهته، قال لي سيدنا أريدك في مسألة. قال لي اجلس إلى جنبي. التفت إليه قال لي مولاي والدي 9 أشهر زعلان علي ومبارئ إلي ذمه، وقال لي بأن لا أحضر جنازته وهو مو راضي عني، وأنا ما أنا متوفق في دنياي. سيدنا أريد حل إلى هذا المخرج. قال لي من أي منطقة؟ قال لي من المنطقة الفلانية. قال لي خير، بس لا تدير بالك. هذا الرجل طلع أنا معه. ما مدانا مولاي نصل، ما يعني طلعنا من عند السيد، ما مدانا أن نصل إلى بيتهم إلا وأبوه واقف على الباب. قال لي رضيت عنك يا ولدي، شنو صار؟ قال إجاني اتصال من السيد، وهذا الاتصال عزيز على قلبي، بعد كلمتي ما ترتفع على كلمة السيد الوداعي. شنو القضايا الاجتماعية كان السيد يتدخل بها وحلها؟ ذاك الذي رفض أن يزوج بناته رحمة الله
على الشيخ على الملا محمد علي الناصري، ورفض أن يزوج بناته. كل ما جلى واحدة منهم نصيب رفض رفض رفض. جت أم البنات للملا محمد علي الناصري، قالت لي يا ملا أن المسألة كذا وكذا، والآن تقدموا لخطبتهم الكثير والأبو دائما يرفض، شنو الحال؟ راح يصيرون عوانس، يعني ليش وقف نصيبهم؟ قال ولا تديرين بال، المسألة علي وبكرة محلولة إن شاء الله خير. ملا محمد علي الناصري قام كلم السيد جواد الوداعي في هالمسألة، قال لي سيدنا المسألة فلان فلان من اللي يصلون خلفك عند بنات، وكل ما جاهم نصيب البنات شكوا بيهم وقف نصيبهم، ما يرفض يرفض ما يقبل بالزواج. قال لي السيد بعد خاطرك الله طيب، قال لي اجت الأم تشكي الحال، ليش يعني وقف نصيب بناته؟ قال واصير خاطرك الله طيب. لما انفتل السيد من الصلاة، انفتل السيد من صلاته، خلص من صلاته، بعد التعقيب مباشرة يجون الناس يسألون السيد عن مسألة معينة. في تلك الأثناء السيد قام من مكانه من محرابه وجلس في زاوية المسجد وأشار إلى ذلك الرجل، تعال. السيد الوداعي جلس، السيد الوداعي جلس فتكلم معه الحاضرين، نقول تكلم معه السيد بما لا يزيد عن 5 دقائق. بعد أشهر بسيطة اجت منه هذه الوادة اللي اجت لملا محمد علي، ردت اجت له مرة ثانية، قال جزاك الله ألف خير ما قصرت، الله يرفع شانك وعزبق داره، حليت إلي المشكلة. قال لي ويش؟ قال الحمد لله رب العالمين، 2 من البنات تيسروا. التفت إليها الملا، قال مو أنا اللي حليت المشكلة، إذا من حلاها؟ قال هذا أبوها، أبو البنات جلس مع السيد ما لا يزيد عن 5 دقائق فقط، حكى ويا السيد كلمة كلمتين. شوف الآن، شوف هذه الكلمة، يعني كان مهتم لأمور الناس، كان مهتم لمشاكل الناس. هذا حال السيد مولاي بلا مبالغة، مثل حال أمير المؤمنين، كان فاتح صدره وباب إلى جميع الناس، من عنده مشكلة أقدر أساعد فيها على عيني وعلى رأسي. أبوة بمعنى الكلمة، أبوة بمعنى الكلمة. فكانت الحركة الاجتماعية إلى سماحة السيد حركة جدا قوية، ليس على مستوى المنامة ورأس رمان وباربار، لا، حتى على جميع قرى ومناطق البحرين. كلمة السيد مسموعة، كلمة السيد محترمة، كلمة السيد لها وزن ثقيل، ولذلك كثير من المشاكل. وإحنا في أثناء تشيع السيد بالمقبرة، لما أودعوه قبره ولحده، جاء واحد يبكي يلطم، شبيك عيوني؟ قال أنا وقعت في مشاكل ما أخرجني منها إلا هذا الرجل، يبكي. شوف لأي مسألة من المسائل، حتى إن بعض الأخوان شافوا السيد يتمشى مع ابنه سماحة السيد سعيد الوداعي أطال الله في عمره، جو سلموا على السيد. إحنا نقول على قولتنا شنو حالتهم حالة يعني، قالوا لي سيدنا تسمح نصور معاك صورة؟ فتبسم السيد، اصطفوا إلى جانبه، أكو طفل صغير راح في الزاوية، أخذه السيد وضعه بين يديه وصور معه صورة. ولذلك كل هؤلاء تبقى في الذكرى. لما مولاي شوف قدر المرء ما يعطيه لدينه ولمجتمعه، هنا قيمة المرء تكمن. شقد المرء يعطي إلى دينه، شقد المرء يعطي إلى مجتمعه. فهذه العناوين الاجتماعية التي تركها لنا السيد هي صدقة جارية له،
نزاعات استمرت سنين. السيد جواد الوداعي فض ذلك النزاع بين عوائل من أجداد السيد جواد الوداعي فض ذلك العوائل. يعني ما أبالغ عليك، خبرني أحد المشايخ يقول هذول صار إليهم أكثر من حرب البسوس. إذا هذول 40 حرب البسوس 40 سنة، هذول 60 سنة. 60 سنة من الأجداد لا يتزوجون بعض، لا يتكلمون بعض، لا يحضرون جنائز بعض. السيد جواد الوداعي حل تلك المعضلة. ليش مولاي حل؟ لأن العامل الاجتماعي كان عامل مقبول عند سماحة السيد، وثانيا هذا خلى العامل الاجتماعي من هذه الناحية حتى على طلبة العلوم الدينية كان يواسيهم في فواتحهم، يحضر مسرة يسأل عنهم إذا غابوا أين فلان وفلان. حسن ما شاء صار لك كم من يوم ما شفناك، السنة ما جيتنا شهر رمضان ما زرت. الحركة الاجتماعية قيمة المرء ما يعطيه لدينه ولمجتمعه. ولذلك مولاي لما يطلع هذا الرجل ثلم في الإسلام في الدين ثلم لا يسدها شيء، لأن الحركة الاجتماعية له حركة قوية، حركة أبوية صارت إليه في البحرين، حتى إذا قال السيد جواد الوداعي كلمة بعد لا تثنى تلك الكلمة. هذه من مواصفات المؤمن الذي ألقى الله هيبته في صدور المؤمنين. فهذه الأمور الاجتماعية كلها صدقة جارية، تعلمنا من كيف نتعامل مع الناس، تعلمنا من كيف نحترم الطرف المقابل وإن كنا نختلف معه، تعلمنا من كيف نعالج القضايا الاجتماعية، تعلمنا من كيف نمثل أمير المؤمنين. يقول علي بن أبي طالب كان يهتم بشؤون المؤمنين، كذلك السيد يسير على سيرة علي بن أبي طالب في اهتمامه بشؤون المسلمين والمسلمين. أو علم أو علم ينتفع به، صدقة جارية أو علم ينتفع به. مسألة العلم أنا لست أهلا لأن أتكلم عن المستوى العلمي لسماحة السيد قدس الله نفسه الزكية، بس لما أجي أريد أعرف فلان منه أسأل عن منه؟ أسأل عن أساتذته، على من تتلمذ، على يد من تعلم. وإذا بالتاريخ يذكر لنا أسماء العلماء والفقهاء الذين تتلمذ على يدهم السيد، بل هم أساطين الحوزة. منو؟ الإمام السيد محسن الحكيم، والإمام السيد الخوئي، والشهيد محمد باقر الصدر. يعني إن جيت إلى الناحية الفقهية، السيد الحكيم عبرون عنا بالفقيه لأن عند ذوق خاص في فهم الروايات، والتلميذ ينهل من أستاذه الشيء الكثير. إن جيت إلى الناحية الأصولية وغيرها السيد الخوئي، وإن جيت إلى الناحية الفكرية من السيد محمد باقر الصدر. هذه نقطة. النقطة الثانية مولاي، سماحة السيد يمتلك فكر، هذا الفكر خاص من نوعه. شلون مولاي هذا الفكر خاص من نوعه؟ يعني سماحة السيد لما يجلس تحت المنبر، أنا أتكلم بكل صراحة، لما يجلس تحت المنبر كان السيد جواد قدس الله نفسه الزكية إذا نزل الخطيب وعند بعض الأمور كان يستدعي الخطيب، تعال يا بني ادخلي يا في نقاش بسيط، والله على أمام عيني شفتها أنا يعني المسألة، ادخلي يا في نقاش بسيط. يوم ثاني يجي الخطيب يصعد وعدل كثير من الأفكار التي طرحها على المنبر. بشهادة العلماء يقولون السيد عند ذوق
خاص في الفكر الحسيني، في الفكر الرسالي، قد تميز به السيد جواد الوداعي. غير هذه المسألة، ينقل لي أحد الإخوة أنا ما شفت السيد، كان يقرأ في مأتم الترانجة، كان سماحة السيد في فترة من الفترات خطيب مولاي، كان في فترة من الفترات نعم محاضرات زين، يقول فكان يصعد على المنبر يحمل كتاب لفقيه معين، يتكلم في المسائل الفقهية، ولكن كان السيد يذكر في كل مسألة رأي أكثر من 10 من المراجع الدينية في هذه المسألة. يعني شنو الذاكرة والحافظة عنده، شنو قوة الوعي الموجودة. خبرني ابن الناصر بهذه المسألة، كان يحمل الكتاب يقرأ المسألة، يقول السيد الخوئي رأيه كذا، السيد فلان رأيه كذا، الشيخ فلان رأيه كذا، مشايخ البحرين، يعطيك الفتاوى على جميع الحاضرين ومن يقلدون. كان السيد يعطيهم الفتوى على طبق من ذهب. شلون يا فلان انت حضرت للسيد في تلك الآونة؟ قال بلى. قال كان الصغير والكبير يفهم محاضرة السيد ويطلع ويش بشيء حاصل من تلك المحاضرة. يعني السيد كان يمتلك قدرة على إيصال المعلومة للصغير وللكبير، وهذا ما يلاقي الكثير فيها صعوبة، ولكن فن عند قدرة سماحة السيد. إشلون من مسألة فقهية يستخرج إليك فكرة حسينية، فكرة اجتماعية، ويلقيها إلى جميع الحضور. أنا لست أهلا أن أتكلم عن مقام السيد، أين الثرية من الثرى، ولكن سأل أقرانه وندماءه، سأل كبار العلماء في البحرين وغير البحرين عنه، سأل حتى في الهند عن السيد جواد الوداعي، راح يتكلمون لك عن مقامه العلمي ومقامه الاجتماعي. انتم شفتون موالي الرسائل التي جت، رسائل التعزية من مراجع الدين الكبار، بلغنا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالم الرباني سماحة السيد جواد الوداعي. وما فقط عزوا عائلة الوداعي وهم المعزون أهل العزاء، لا، قال ونعزي شعب البحرين قاطبة. ليش؟ لأن السيد مثل الحالة الأبوية إلى شعب البحرين بأكمله. ولذلك لما تجي إلى العالم شوف ميزاته، شوف مقامه في قلوب العلماء الذين هم في سنه والذين هم في مستواه أو أرفع من مستواه. سيد نزل، ترك النجف الأشرف مولاي ونزل إلى البحرين، كان السيد يستطيع أن يصل إلى مقام علمي أرقى وأرقى من المقام الموجود عليه، ولكن عرف بأن البحرين في حاجة له. شوف هذا الإنسان لخايف على دينه، وخايف على مجتمعه، وخايف على أبناء شعبه، وخايف على أمة محمد وآل محمد. ما قال نفسي نفسي أريد أخذ أمور علمية أكثر وأكثر، لا مولاي، قال إذا كانت البحرين في حاجة إلي فوطني أولى من كل شيء عندي. شنو هالنفسية هذه؟ شنو هالنفسية هذه؟ شوف هذا المقام، أو علم ينتفع به. المسألة الثالثة، ولد صالح يدعو له. هذه المسألة أنا راح أتكلم فيها، أولا مع احترامي إلى سادتي أبناء سماحة السيد الموجودين، عظم الله أجورهم وأجوركم بمصابي السيد. صحيح بأن السيد الوداعي أبناء الآن موجودين عندنا،
وولد صالح يدعو له، وكل الخير في هذه الوجوه النيرة. ولكن أريد أكد على كلمة، بأن السيد جواد الوداعي ما كان فقط أب إلى أبنائه، بل هو أب إلى شعب البحرين قاطبة، العين وعلى رأس موالية. لكن سماحة الوالد، أقولها سماحة السيد جواد الوداعي، سيد جواد الوداعي، سماحة الوالد السيد جواد الوداعي، كان أب إلى جميع المؤمنين في البحرين، ولذلك كل المؤمنين دعت له بالرحمة، كل المؤمنين أصابها جرح عميق في قلبها بسبب فراقه. وأكبر دليل مولاي، أكبر دليل عندما شفت الجنازة شلون كبار وصغار يتصارخون على السيد وهم يبكون. شوف ليش؟ لأن رحيل سبب فراغ. الخير في بقية العلماء، الله يحفظ كبار علمائنا، آية الله قاسم، العلامة الغريفي والعلامة الربيعي والشيخ الستري وكبار العلماء قاطبة، ولكن السيد جواد الوداعي مولاي في هذه المسألة لا، قد طار بجناحين، بجناح التقوى والإيمان عالية، وظلل بجناحه على شعب البحرين قاطبة، حتى أصبح والدا للجميع، والجميع اليوم يفتقد سيد جواد الوداعي. ولذلك حفر اسمه في خارطة الوطن، وسيبقى اسمه خالدا لأجيال وأجيال. بأجيال من هو سيد جواد الوداعي؟ راح نقول هذا كان أب للشعب البحريني في مواقفه السياسية، في مواقفه الاجتماعية، في مواقفه الفقهية، في مواقفه البطولية التي قام بها السيد، وأبى أن يشارك الشعب في كل مسألة من مسائله. حتى لما قامت مسألة السفارة كان السيد رضوان الله تعالى عليه من المجاهدين لرفع هذه البدعة عن الشعب البحريني، حمل الراية في تلك الفترة ورد هؤلاء القوم فاسقين الفاسدين بفكرهم. وأنتج فكر قوي السيد رضوان الله تعالى عليه، ولذلك إن القلوب حرى لفراقه، والعين عبرى لمضيجه من هذه الدنيا بلا وداع. يا وداعي لماذا لم تودعنا قبل الوداع؟ افتقدك المحراب، افتقدتك المآتم، افتقدتك الشوارع، افتقدك كل شبر في هذا الوطن. لكن مولاي سيدنا يا ابن رسول الله، أيها السيد الوداعي، شعب البحرين آل على نفسه إلا أن يخرج باكيا معزيا في جنازتك. رفع رايات سود، قلوب متألمة لفراقك، قلوب تعتصر على فراقك، وشالت جنازتك مولاي بهيبة وبجلال، مهللين مكبرين راثين إليك ناعينك مولاي. أظن بالسيد الآن يقول عن عزيز الغادرية وين راحت شيعته. سيدي تلك الصرخة، حسين حسين التي كنت تنادي بها، وتلك المآتم الذي حضرت لشأنها ومقامها، التي اجتمعنا فيها على رجل ما غسلوه،
رفعتون جنازة السيد موالية وحضرتون في تشيع جنازته ورفعتون أعلام ولطمتون صدوركم، ها غسلتون قلوبكم بدموع عينكم، لكن احنا ما خلينا السيد مولاي 3 أيام على بوغاء هذا الوطن بلا غسل ولا تكفي. الله عزيز على قلبنا مولاي، خرجنا حاسرين الرؤوس لا تمين الصدور لمصابك، لكن سيدي جدك من غسله ومن كفنا، من رفع له جنازة، من هلل عليها ومن كبر. مولاي مولاي يا ميتا ترك الألباب حائرة وجسمه يا 3 في العراء تركا، متى دفن؟ دفن في ليلة 13 من المحرم على خوف من جنود بني أمية، وذلك لما رجع الأسديون وأرسلوا نساءهن للاستسقاء، ذهبن النساء إلى المعارة وجدوا أجسادا على بوغاء كربلاء. شحالها شحالها الأجساد، الرؤوس منها مقطعة وتتساطع أنوارها، أنا مناد وحسينا. التفتت واحدة إلى أختها قالت أخي أترين ما أرى؟ قالت يا أخي إن صدق ظني هذه الأجساد للحسين وأهل بيته وأصحابه. قال وإحنا نساء نروح ندفن؟ خلنا نحشم رجالنا يجون يدفنون إمامهم وبنت فاطمة الزهراء. رجعوا إلى رجالهن مناديات يا بني أسد خذوا مقانعنا وأعطونا عمائمكم. ليش هذا الاستفزاز يا نساء؟ لماذا؟ قالوا رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مرضود وتركنا حيارة، أوصالك الهم قطع وتسطع أنواره، مقطوع حتى خنصرة من كف اليمين. على أي حال يا نساء شفتونا؟ قالوا بالشمس مرمي على الوجه عريان مسلوب، وقلب العدو من شافته ينفج ويذوب، مطعون بملوحة وقلب بسهام مصيوب، ويما رضيعة ونظن هادي جثة حسين، ويما ولد مثل البدر جسمه يتلالا، وكثر الطعن والضرب ما غير جماله، ما تنحس جروحه معفر على شماله، الله يعين القلب هل فقدته الاثنين.
بعد يا نساء خبرونا شنو شفتون. قالوا والله رأينا عجبا. شنو اللي شفتونا من عجب؟ قالوا شفنا شباب على الثرى جفوفا خضيبة، الريس لكن ذبحة العرس قريبة. الله يعين الفردة وراحت غريبة، ما ظنتي بين الذبح والعرس ياما، ولا افتت مراير نبطال جنب الشريق مذبوح، لكن ذبحتي والله فجئ حتى من الزندان جفانا قطيع. صاحب علم جنة وسلالة هاشمي من شوفت تلوح الفراس وشدة الباء زنودة بل يجفوف والجثة بلا وياي ونظن عليه الفارس المعروف منو قطع على جودة العدى شمال وليمي. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع جارية. يا الله شافي مرضانا، داوي جرحانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم يا كريم بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأعمارهم وأولادهم يا رب العالمين. من اجتمعنا لأجله وسببه سماحة العلامة الكبير الرباني السيد جواد الوداعي قدس الله نفسه الزكية، اللهم ارحمه برحمتك، سكنه الفسيح من جنتك، انقله اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور. اللهم بارك له في لقائك، وبيض وجهه يوم تسود فيه الوجوه، واعطه اللهم كتابه بيمينه ولا تعطه بشماله، واحشره في زمرة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعندك نحتسبه يا إله العالمين. ورحم الله من يقرأ لروحه الفاتحة. اللهم صل على محمد. الآن كلمة لأبناء سماحة العلامة السيد جواد الوداعي قدس الله نفسه الزكية، فلنستمع إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، تتقدم عائلة الوداعي إلى جموع المؤمنين من أهالي قرية المرخ، وبالخصوص إدارة مأتم المرخ، بعظيم الامتنان وجزيل العرفان على مواساتهم الصادقة وتعازيهم الحارة، ومشاطرتنا مصيبتنا بفقد عميد العائلة وفقيد العلم والعلماء
سماحة العلامة الحجة السيد جواد الوداعي، فقد كانت لوقفتكم الخالصة أبلغ الأثر في تخفيف الألم وجبر المصاب، سائلين المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجمعنا وإياكم في مناسبات سارة، وأن يتغمد فقيدنا جميعا بواسع رحمته، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. إلى روح فقيدنا الغالي سماحة العلامة السيد جواد الوداعي نهدي سورة الفاتحة. يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.